عموما لما العب الفاينل هتيجي غصب عنها. حبيبي وعناية لو في وسط ما يخاف. هات يا محمود. ايه يا ماما؟ في ايه؟ بابا مال؟ ما اتصلش حتى بالمكتب. ويعني انت مشغول ولا حاجه؟ لا اكيد في حاجه حصلت. حاجه زي ايه بس؟ مش عارفه بس قلبي مقبوض. بطل الحب ده بقى. امال احنا نعمل ايه؟ وبعدين معاك يا ولد. ما يخفاش عليا ولد. ما بينتهيش الحلم ابدا الا ما بينتهيش. نكبر ما نكبر الا ما نبض القلوب لازم يعيش.